أثناء هذه المعارك التي كان النصر فيها حليف عبد الملك، فر محمد المتوكل من فاس إلى مراكش، وطارده عمه عبد الملك، ومن مراكش فر إلى جبال سوس، ومنها اتجه صوب مدينة سبتة، وفيها استنجد بسيباستيان ملك البرتغال الذي استجاب لطلبه. تقول المصادر المغربية أن المتوكل وعده بأن يتخلى له عن سائر سواحل المغرب مقابل دعمه ضد عميه. أولا هاد الملك البرتغالي ولد في فترة كانت الأسرة الحاكمة في نوع من الحرج لعدم وجود وارث للعرش، وولد بعد وفاة والده، وظل البرتغاليون ينتظرونه، كانوا يسمونه بالمرغوب فيه، الملك المرغوب ديزيجادو، يعني الذي كل يتمنى أن يصل لأنهم محتاجون إليه. وعندما إذن تولت الكنيسة تربيته ورعايته، وظلت البرتغال في انتظار حوالي 11 سنة لتوليته رسميا على العرش البرتغالي. في هذه الفترة التي تربى فيها هذا الملك كانت تربية صارمة وتربية دينية، ولكن تركز على جوانب الحمية الدينية والعدو الكافر الذي يهدد الكنيسة. كان دائما التوجه ليحارب هذا العدو الكافر، والأقرب إليه هو العدو المغربي. والمعروف أن الملك سيباستيان في إحدى المرات نزل إلى طنجة، وحاول أن يعني قام بحملة في الضواحي لمهاجمة المغاربة، وذلك ليثبت ويؤكد شجاعته وقدرته على قتال هذا الكافر المغربي. إذن شخصيته من جهة، وتأثير رجال الدين البرتغاليين عليه من جهة ثانية، كان وراء هذا التوجه نحو استعمار أو التوسع في المغرب. وراء الدافع الديني كانت تتخفى دوافع أخرى، لعل أبرزها الدافع الاقتصادي. تشير الدراسات التاريخية التي أنجزت حول تاريخ البرتغال إلى أن الإمبراطورية البرتغالية عانت قبيل معركة وادي المخازن نكسات وأزمات اقتصادية كان لها انعكاس سلبي على النبلاء ورجال الدين. وقد دفعت هذه الأزمة الإمبراطورية البرتغالية إلى التخلي عن العديد من مستعمراتها، بما فيها بعض الثغور المغربية. الإمبراطورية البرتغالية في القرن السادس عشر كانت قد وصلت إلى مرحلة من الترهل، مرحلة من المشاكل، مرحلة من الضعف، نتيجة لعدة أسباب، منها اتساع الإمبراطورية التي كانت تضم مناطق في إفريقيا وفي آسيا، هذا كان يحتاج إلى تمويل وبناء الحصون وصيانتها وأداء الأجور وغيرها، الشيء الذي أدى إلى كثير من المشاكل الاقتصادية، زيادة على دخول الدولة أو الإمبراطورية العثمانية في صراع مع العثمانيين على تجارة الهند. هذه العوامل أثرت على الاقتصاد الداخلي. مثلا هناك كتب تشير بوضوح إلى أنه في 1578 في وقت المعركة كانت مدينة بورتو العاصمة البرتغالية لا تستطيع تقديم أكثر من 3000 كروثادوس. كروثادو هو العملة البرتغالية في ذلك الوقت، للمتعهدين الذين كانوا يقومون بالتجارة، في حين أن الوضع كان يحتاج إلى توفير 100,000 كروسادوس. شيء ثاني هو أن النبلاء ورجال الدين تضرروا، لأن النبلاء ورجال الدين كانوا دائما يستفيدون من هذه الحروب، لأنهم كانوا يذهبون ويستفيدون من الغنائم وغيرها، وهذا ما أدى إلى محاولة حل هذا المشكل الاقتصادي على حساب الآخرين، على حساب التوسع في إفريقيا، على حساب استعمار واحتلال
المغرب. تشير المصادر البرتغالية إلى أنه في سنة 1562 ميلادية، أي قبل أن يتولى سيباستيان الحكم 15 سنة، قبل الكورتيس أي البرلمان البرتغالي فكرة إقامة إمبراطورية في إفريقيا، وكانت دول الشمال الإفريقي الهدف الأول لتحقيق هذا المسعى، وعلى رأسها المغرب نظراً لقربه الجغرافي. بموافقة الملك البرتغالي سيباستيان على دعم محمد المتوكل، قرعت طبول الحرب في البلدين، وبدأ التحضير والتجيش للمعركة الفاصلة. قدرت المصادر المغربية أعداد وعتاد المشاركين ضمن الحملة العسكرية للملك البرتغالي سيباستيان بما بين 125,000 مقاتل و 60,000 مقاتل و 200 مدفع، في حين قدرتهم المصادر الأجنبية بما بين 28,000 مقاتل و 40,000 مقاتل و 40 قطعة مدفعية. هناك تضارب بين الأرقام، وهذا التضارب ناتج عن احيانا عن عدم التبصر في وضع هذه الارقام. من الاكيد ان المصادر القديمه تحدثت عن ارقام معينه، اعطت ارقام تفوق ال 100,000 وال 80,000 وال 70,000، وبعضها يقلل وبعضها يكثر. البرتغاليون يقللون من عدد جنودهم ويكثرون عدد جنود المغاربه، المغاربه يفعلون العكس. ليتوائم ذلك مع الآية الكريمة كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولإظهار البطولة. لكن الحقيقة صعبة، يعني لتضبط الأرقام هذا أمر ليس بالهين، لأننا لن نتوفر على إمكانيات دقيقة لهذا المجال. لهذا لابد من أن تكون هناك دراسات، ودراسات مشتركة، لأن تاريخ هذه المعركة هو ليس تاريخ خان فحاس ولكنه تاريخ المغرب وتاريخ البرتغال. لم تكن حملة الملك سيباستيان برتغالية فحسب، بل اتخذت طابعا صليبيا، إذ كان ضمن حملته مقاتلون إسبان وألمان وإيطاليون، كما أنها حظيت بمباركة البابا غريغوري 13. وحسب الإسباني فراي لويس نيتو الذي حضر المعركة، فقد كان ضمن حملة سيباستيان إضافة للجنود 3,000 سجين وأكثر من 1,000 من سائقي عربات نقل الأثقال، وعدد لا يحصى من الغلمان والأتباع والخدم والمسخرين والعبيد وسائقي البغال والخادمات، وجماعة وافرة من بنات اللهو والمجون. إضافة إلى الفرق الرسمية التي أرسلت من طرف ألمانيا ومن طرف إسبانيا ومن طرف الدول ومن طرف البابا، هناك مرتزقة ساهموا في هذه المعركة، وهؤلاء المرتزقة هم فرنسيون وموجود الآن الأبحاث الحديثة الآن تثبت ذلك، ثم مرتزقة إيرلنديين وإيطاليين وإنجليز. في 24 من يونيو سنة 1578 ميلادية، أبحرت السفن الصليبية بقيادة سيباستيان من ميناء لشبونة باتجاه المغرب، وأقامت في لاغوس بضعة أيام،